أختن تنو خنتني في قيام ثلاثة التنبيه لكم نبلو تولا مريم مغديتا ومريم خيتا ومريم قليوبا وخلنا من بختاقة زلين القورة إلى أن الأرخة امتخمولي ما قودو ما قودو تخزي من زيطين أذكيبا من قامة طرد قورة دخ يدوت اندري ليخي كيب براها شعر هداي كمري تقريبا اشتشوا ظلاما كم طاري لكيبو من دولة وسنة طرد قورة اشتشوا ظلاما طنه الكيبة من دولة طرد قورة أنا بختاتا محيلة لي ما كيبت طاني خفخة كيبة رابة زالة طانينة تنبقندري لي تنبلي لي تنخاتي بقورة ما ودنا مش بلي ختمة باسمي زالة قولي واجي موسى عادة هداي أكميزة تنحطينا وداري باسمي اللي بعدين قوريني لتوى ليدانا لأنه يوم تروتا مثلي إيشو لتوى ليدانا يندرت يوم ويوم ويو يوم الشفة يوم الشفة ويوم يوم الرابة تهداي من هذا أخمانا ليه بارا ميزة بيش أصلي وانا ديهن من خطوخ لهن لأنه يندرت يوم إلى يوم الرابة فلو تلقوا الواجب يوم تتميتا لك وديلا لك محمطيلا لا ترى لي بسما فزلي درت يوم من خشبة الصباح قبل ما تبلت شمشة سؤالي لك الواجب خطوات برخي كم رح مارا شمشي حمد لو طلاثين ما نفش لك عرض قورة طلاثين ما نفش لك عرض قورة زي تخم خشبة نخلا انت مدرودة مثل مارا نشام شيحة اخشك لدنيا من ساعة اشت بساعة تشعة من اشت وتشعة اخشك لدنيا الشد والتشاب توقيت الهداية مختلف إلى توقيت الديان ده توقيت الهداية ساعة قميتة إلى ساعة أشد وخشكة ده إن دعم الخاء هداية ساعة قميتة معناتها رأس الأكل البالغ إلى ساعة أشد وخشكة قدمتها إيشو مش تصليم ساعة أشد وخشكة معناتها ساعة خديسة توقيتية حاليا وبيش لما الساعة طلق بلقيت يومها ديا من هذا إلى بعزة يومها خشك لدنيا برينا كسور بيدا يوما طلق توقيت ديا بس بحسب اغلب توقيت الهداية دخش بنخلا طلق ثلاثة يوماتها مش لقيشة تقويرة ثلاثة يوماتها حسب شرع الهداية ساعة طلق يوم تروتا ساعة طلق يوم تروتا هون ساعة طلق طلق بلقيت يوما هون ساعة طلق ليلة شب روتا تشبثة اي الى خيومها يعني ساعة طلق قدمتا أي خيومة شرعة هداية أبو مخكوية ومن طلق قدمتا هو طلق بلقيت يوم يوم الشبثة أي يوم تتريب ومن طلق شبثة بلقيت يوم هو الخوشاب أم خشكة ساعة طلق أي مش لا ساعة طلق يوم تطلق إذا أنت هاي يوم تطلق وتخيل أجيب الهداية إلى من ساعة الساعة حسبينا لأن خي يومة كامل إلى من ساعة عشت وخشكة في الساعة عشت بعصرتها معتبرين يوما فأدي يوجيشو ثلاثي يوم عصف شرع الهداية كملة إلى قاوة قورة وقبل من بين تبيته إيشو خيش قبل ما تبلطة شمشة بهم قال يوم ما ميري ميري قبل ما تبلطة شمشة زلة هاني مختاتة تديوني واجبوزة معناتها ايش القي انا المحكوم لهم من دي ايمن فسخنا ايش القيمة من قورة الى مسبارة اني بقطعت زيادي يعني ايه بعد تامة الى خضران البستانة لازل اخدو كرحبتا لما يرسون مولو تتلمين لدي انا زي خاتل لين قولي قليلة لازل ليه بيش نتامة لاني لا زيادي بقطعتا ويش اكيادي ما زي باري فايدي يوم ودل واجبوثا ايش لا ودل نقض لا تفضلي شرعة هداية شرعة موشة لا فين مكملي فإيشو كياديوة انه انا بختار زيادي من هذا بشنة تامة انا طلب طلاغة يوماتا بيشلة قامة قورة وقبلة قبل ما تبلط الشمشة ان هو يبلط الشمشة معناته فتلة يومة تطلاقة لا بشلة طلاقة بشلة يومة الأربعة انا بختار إلى متخمولي ما أوضح من زيطايني أذكيبا من قامة قورة من شيلهم إيشو أذقبارة قامت عينيهن من قبل ميتة قامت عينيهن من خشنة شبيلة قامت عينيهن من بزملة سمية قامت عينيهن من عجبات ودريش لي بطاين نكيبا وده أبخاص خشبان خير مدينة بثاية إيشو أذي حامل بلق التنمينة شلامة موخ ميكو ويريب
ليه بتعين كيفا؟ فعلي هنشي دي لم تخمالي ما نزي تعين كيفا وإيه ما زل عني هنشي؟ بين الجالية نبكى من عن قريقة الجالية كلها بمرض زل العدالة آني حرس بزالة لجابة هيرودس جابة بيلاطس تمها تطلبي رخصة خدميلي كيبة قارة خدميلي الكيبة ما متخيلو خد تنيت الكيبة ما هي الكيبة ما بريا جاو الكيبة كيبة آلها كثولة تنيا كديع قدانة أسرة قدانة إلا الكيبة إلا الكيبة قدانة على بشرة إلا الكيبة أخم شي حيكوزة دي ليه كملة بس بقدانة آلها قرك كملة قاوت رازوات ايتا شو رازوات ايتا آخر زلة تتختمي لقورة قبل ما تختمي لقورة قبل ايشو من بين الميتة كم طاينة قورة نعمت آلها صبرو نعمت آلها قلطي من دان قورة رازوات ايتا في قلطي من دان قورة خمسة شعب القصر مؤسس لراز القربان قديشة مؤسس لراز الكهنوثة مؤسسة كبيرة رازوات مرة شمشيحة بين لخدم لي بغدانة إلا سبيري قلت نعمة آلها من دادي قورة وقورة بشرعة هداية إلى خدوك نجسي لك بلا هداية ما تعيش متابة بين القورات يعيشي واني مريئة يعني أمراض معدية قروانة قناوي عيشي وتامة خدوك نجسي لنخاد سالة القورة بما تراجع من قورة قالت نخلي المنطب كان قبل ما تدور الهيكلة بس ايش كم قادش لأمدوكا كم قادش لقورة تدية زل يعني مختار تنطيلة كان مخزيل المناخة تيوة لأي ذلك إلى وين دواي القرون أو إلي براي لأي ذلك بيش لأمدوكا شمية اللي تقرأ بسبب هذه بحرة دي بطاطة من قورة وبسبب الملاخة إلى بغضارة خضران القورة ما زيل ملاخة زيل ملاخة جبارة كل يتامة تيوة قاوت اللي سبت القورة ملاخة جوان قاح لم زيل ملاخة يا زورة يا كم سنيخة لك يلبانا لم زيل ملاخة خرامة بعمر مخساة ودمر خسنيخة لخا عينة خا ملاخة معناك ايه تدين الى نشر ايه تدين الى حيوية كبالة ايه تدين كرخ شقامة قاوت مها قاوت بمدان زالها ورازوات الحيطة أين نعمة آلها أخني بشي حاية إذا بس من شخلة لشو قخنوات وخصوات الفرخة اليوم أول إلا لا تخملت قاول حش مارا وصفوت مارا وموت مارا وجي يوم إلى قيمت مارا لشو قخل عبر الخايد يكن وخحد التاريخ إلى بريا لك إذا ما بريل معه أوحي مثل إيش أخلص وزلة وبعدين أنا ما مستفيد من ذلك يوما أنا ما عندي شغل النعمة من ثاني يوما أنا ما عندي شغل خليت بخايدي تخسر رشد القامة ثاني يوما يبين كملت لو سبر خالد انت حليت لي شغل بياخد الصروخ أما إجراءات الصروخ لأنه مصالح دي إذا سيطرت الخايدية مري على هلك بقى أثمنتي لازم رخشه فأني ملاخة أني مختاطة إلى بسمارة من يزي قنطيري زينا بلي أذكيقة من قامة قورة سنيقة وخا ومن شيلي طودت أتقيشو أتقيبة غالب الكل من دي قاولة قيمة دي ما مري ملاخة تاني بغدادة من يجل بجيالة إيشو نصرايا قولة قورة سبقتا لا أخم التولة أخم قولة آخر قيل طنه الكيبة من قامة قورة تتحاوى خدلين انه ايجو ايلوغن اخطر ايلوغن وخوصة ايدا دي يوخن ونظر دي يوخن وعي دي يوخن ويرخن اخر وبيلوغن ستلوغن طرد كورا ايلوغن اي قورا من هذا اخذ الملاخة كم نوم بلا كيف الخبالة من هم صور اي قورا سبقتا ليه اخر ايجو نصرايا لين أخا نصرايا طب ما قريلي إيش نصرايا بسبب قملة وروينة وعشلة لا والنصرة فمن هذا أخشن دائما ملاحق علي والي إيش نصرايا أو الناصري المصلوب حتى تبقى آلها
تمشاطرها نورة تقابلها في وحدة برناشة. اجي يوم بغلبت عهد جديد قيامة مارني شمشيحة غلبت الموتى وغلبت الكل بوحياته دية. ثالي أني أنشي أن بغتاتا كبيو تفقيوة قالوا مارني شمشيحة يوديوة واجبو ثديها بينما لغزيلي اللغزيلي ملاخة ما مهرب عليها سو مبشرو بغتاتا أين واجب ديوكو مبشرو قيمت مارن تمني تتنيدي سو أمرض عليها أنا لخا للآخر القيمة من بين ثميثة ثم بشكلة وخازنها قاوة قليلة أمر تتلميذ الهين جمعي قاوة تتلميذ خيمة خيطة وخاز أخلاق وشبان خيمة دخي جمعي وسيلها آني مفتاتة إلى خبالة صيخة إنه ليل ميتة ليل تامة وخبالة خيطة إلى حشانة كيلي كيلي فمن هذا حقيشه لشوق لداري بحشدية وعقالة ديها مخويلة قامت طالب هي الأخذ اللذة دوتون واني كل عسكر ذي منطارة القورة ستينة بيش لمخميثة هي الأخذ اللذة دوتون كيف الواجبوثة هي قوحة قاوي بسبب آنهم لذة دوتون سؤور تتنيني خازيني قاوة قليلة أو خازنهم قاوة قليلة إدي يوما البقرين المارني شمشيحة عبرض بخايفية بس عمهينة إلى حضور عبور من اخطينا النعمة عبور من عبدوثة الحيروثة عبور عبره مناخا ثيلة الشاق البخرة المصراية العوراية ليش خليك بعبيرك بعبيرك ما مخلي المطلب اللي جميشو عبره من موثة غزينة قامة اين روت الحشة عبره وزالة اللي قيمتا عيدة خنواتا خسواتا انظرتي لازم رأشو خايف العبور الهرق اشتب العبور معناتها حدث بابا نشام شيحة روت الحشة ودي شفت البهرة وخشابة قيامتها كحدث تاريخي في بايش وكش التاسخ مع يدف آخر ومدف أث مغارة وخلصه ايضا طانخنا مغارة أث قورة طانخنا أث قورة ولتلا معنى حياتيا لعبيرا النعمة إلا بشنا قاود خايفية قاود خشكدية حياتية في يوم مطابلة عبره النعمة من أخطينا تنعمة إلى بقرائنا إدي يوما ما راني شمشيحة وكل مغذادة مبروخ قبل ما ران شكرا أي روح النار بريخة وقيمة النار وهي الرفقة الكل أخوه آمين آمين
مشرق الشمس إلى مغربها اسم المسيح مبارك هاليلويا اسم المسيح مبارك هاليلويا
موسى آمين لما اللغة
Thank you.